ياسياس يفقد كرة باللقطة الماضية. عموما المرتدة لدى عبد الله اليحيى، انطلاقة حاضرة خطيرة تبدو للفريق الأحلي. محمد محسن مرمى من اثنين وكرة بيديه. هذا التوقيت وبعد مرور نصف ساعة من زمن اللقاء، هنا الكرة الرائعة من جانب محمد محسن، مرمى بين الحافظ ودري. المحاولة تأتي بكرة طولية بتعود للخلف. علي الحبسي يبعد الكرة، وأقل من ذلك متبقي على نهاية تفاصيل شوط اللقاء الأول. شوف كرة رونالدو دي سيلفا، يترك أندريا لدى رونالدو، تسديدة الحبسي. علي الحبسي، هنا الخطأ، هنا كرة رونالدو دي سيلفا، الحبسي القفل. لقاءات الفريقين في الجولة القادمة، هنا كرة خطيرة، الحبسي مرة أخرى يتصدى لكرة محمد محسن العملاق. شوف الإعادة لكرة محمد محسن بعد توغل حاضر وكرة في الزاوية الصعبة، لكن الحبسي يجيد التصدي للكرات.